أنا برحب بكل الحضور. أنا ما حالفنيش الحظ إن أنا أقابل الفنان الله يرحمه. كان عندي ميعاد معاه لو ما خانتنيش الذاكرة، كان 3 أيام قبل ما توفى الله، وطلب تأجيل الميعاد علشان هو كان عنده معرض أو جاليري كان بيحضر له، إن شاء الله يكون مقام النهاردة. فطلب مني تأجيل الميعاد، فأنا ما كنتش بنفس الحظ بتاع والدي إن أنا أتعرف عليه شخصيا وأقابله. والدي اتعرف عليه سنة 81 تقريبا لما خانتنيش الذاكرة. قصة صداقة طويلة وتقدير متبادل ما بين شخصين كبار عملوا حاجة من قرية صغيرة، عملوا المستحيل بالأدوات اللي كانت معاهم ساعتها. احنا بنتكلم على فنان ملهم، أعماله كلها ألهمت العالم كله في زمن ما كانش موجود فيه الإنترنت. وأنا علشان أنا شاب، الموضوع ده دايما بيبلش لي دماغي بطريقه ما، ان في حد يكون واصل للتطور الفكري ده بدون اي ادوات نهائيا، مجرد انه قاعد وسط اهله في بيته في قريته. فالنهارده كنت اتمنى ان يكون وسطنا ومعانا عشان يكون يحضر التكريم ده. بس طبعا زي ما الاستاذ قال، احنا وصلنا خير سبب الفنان شادي الشرق، ان شاء الله هيكمل مسيرته، ان شاء الله هيعرف يحقق كل اللي معرفش الفنان يحققه باذن الله. وبرحب تاني بالحضور، وبرحب بكل الناس الموجوده.